شكرا لمشاهدتك قناة NPR. في هذا الفيديو سوف تتعلم كيفية التركيب الصحيحة لحلقات المكبس. يتكون هذا المنتج من 3 مكونات: الحلقة الأولى والحلقة الثانية وحلقة الزيت. ستقوم بتركيب الحلقات على المكبس واضعا إياها في الشقوق الخاصة بها. ستبدأ أولا بحلقة الزيت، ثم الحلقة الثانية، ثم الحلقة الأولى. أولا ركب مجموعة حلقة الزيت. تتكون مجموعة حلقة الزيت من حلقة مع موسع حلزوني مركب. انزع الموسع الحلزوني من مجموعة حلقة الزيت وافصل الأطراف. احرص على عدم ثني السلك عند سحبه إلى خارج أحد طرفي الملف الحلزوني. ضع الموسع الحلزوني في شق حلقة زيت المكبس وأعد إدخال السلك في طرف الملف الحلزوني بحيث تكون الفجوة في خط واحد مع علامة الجهة الأمامية الموجودة على المكبس. بعد ذلك ركب الحلقة. قم بتوسيع فجوة النهاية بإبهاميك وركبها بحيث تكون في خط واحد مع الموسع الحلزوني. ينبغي لفجوة نهاية حلقة الزيت أن تكون على الجهة الخلفية مقابل علامة الجهة الأمامية. يمكنك استخدام أداة الحلقة لتنفيذ هذه الخطوة. ينبغي للزاوية بين فجوة نهاية الحلقة ومفصل الملف الحلزوني أن تكون 180 درجة. تأكد من أن الملف الحلزوني مركب بإحكام في الشق الداخلي للحلقة. بهذا تكتمل عملية تجميع حلقة الزيت. يلي ذلك تجميع الحلقة الثانية والحلقة الأولى. كل من الحلقة الثانية والحلقة الأولى لها جهة أمامية عليها علامة الحرف N وجهة خلفية. قم دائما بتركيب الحلقات بحيث تشير العلامات إلى الجهة العلوية. لتركيب الحلقات يتم استخدام أداة الحلقات. أولا استعمل أداة الحلقات لتوسيع فجوة نهاية الحلقة الثانية وأسند الأطراف بيدك الأخرى. مرر الحلقة الثانية فوق أرضية المكبس العلوية والأرضية الثانية وأدخلها في الشق الخاص بالحلقة. قم دائما بتركيب الحلقات بحيث تشير العلامات نحو الجهة العلوية. لا تفتح فجوة نهاية الحلقة بشكل زائد، إذ يتسبب ذلك في حدوث تلف أو كسر حلقات المكبس. اكتملت الآن عملية تركيب الحلقة الثانية. بعد ذلك قم بتركيب الحلقة الأولى. يتم تركيب الحلقة الأولى بنفس طريقة تركيب الحلقة الثانية. وكما هو الحال بالنسبة للحلقة الثانية، لا تفتح فجوة النهاية بشكل زائد. قم دائما بتركيب الحلقات بحيث تشير العلامات نحو الجهة العلوية. اكتملت الآن عملية تركيب الحلقة العلوية. بعد تركيب جميع حلقات المكبس، تحقق مما إذا كانت تدور بسلاسة أم لا. إذا كانت الحلقات لا تدور بسلاسة، فمن المحتمل أنها تعرضت للتشوه. أخيراً، عدل واضبط مواضع فجوة نهاية كل حلقة كما هو مبين في الصورة، إذ أن الضبط الصحيح لمواضعها يمنع تسربات الغاز وتسرب الزيت في المراحل الأولى إلى حجيرة الاحتراق. بهذا يكتمل تركيب حلقات مكبس المحرك الديزل. قم بتركيب حلقات المكابس بالطريقة الصحيحة لتحقيق أقصى قدر من أداء المحرك.